وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل الكفار يقتصون من المسلمين ممن ظلموهم في الدنيا، وهل يقتصون من بعضهم بعض؟ يقتصون من بعضهم بعض، هذا ثبت أن الناس يجون بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وقتل هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته إلى آخر الحديث، يقتص لبعضهم من بعض. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، يقتص يوم القيامة للمظلومين من الظلمة. نعم.